وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا موفد قناة ليبيا الحدث رجب بليبلو من مدينة سرت مباشرة. نرحب بك بداية رجب. أهلا وسهلا بك. نعم رجب، أطلعنا على آخر مستجدات العمليات العسكرية وكذلك الأوضاع الخدمية في مدينة سرت وما حولها في مناطق سيطرة الجيش تحديدا. نعم أحمد، لربما عسكريا سنتحدث بكامل التفاصيل خلال النشرة القادمة، ولكن أستغل هذه النشرة لأتحدث عن الأوضاع الأمنية في مدينة سرت. أستضيف أولا سيادة العميد عبد السلام صالح المغربي آمر غرفة الأمنية المشتركة بسرت. سيادة العميد أولا أهلا وسهلا بك قناة ليبيا الحدث. مرحبا مرحبا، نشكر قناة الحدث على مواكبتها للأحداث وما تقوم به من مجهود في نشر الانتصارات الجيش الليبي وانتصارات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية داخل ربوع الوطن الليبي. سيادة العميد، لو حدثنا عن الأوضاع الأمنية في سرت، يعني كيف تجري الأوضاع الأمنية وخصوصا بعد الهجوم محاولة الأخيرة لدخول إلى سرت من قبل جماعة الإرهابية والغزو التركي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما التوفيق إلا من عند الله. أولا أهني سيد القائد العام بانتصار قواتنا المسلحة ودحرة للهجوم الغاشم التركي الغاشم على مدينة سرت وانكسار مشروعهم على مدينة سرت، ومدينة سرت القرضبية دحرت الهجوم الغاشم وأفشلت المشروع الذي يقوم به أردوغان وأذيال أردوغان داخل ليبيا. بالنسبة للموقف الأمني داخل مدينة سرت، الغرفة الأمنية المشتركة قائمة بواجباتها، وفي هالمشاركة نحب نوجه شكري إلى جميع الأجهزة الأمنية من إدارة بحث جنائي، من مديرية أمن، من دعم مركزي، من إدارة استخبارات، من أمن خارجي، من أمن داخلي، من أمن سواحل، من جميع الأجهزة الأمنية، وإلى عميد البلدية وإلى الأعيان والمشايخ اللي واكبونا في اللحظة وكانوا مناصرين وحسن الظهير في إنجاح العمل الأمني. ونحب نطمن أهلينا في جموع ربوع الوطن أن سرت أمن وأمان، وأن نحن أفشلنا مشروعهم العسكري ومشروعهم الخياني داخل المدينة. وتكاثف أهالي ومشايخ وأعيان أهالي وأهالينا في سرت أفشل مشروع الخيانة داخل المدينة، والأجهزة الأمنية سواء الأمن الظاهر أو الأمن الغير ظاهر قائمة بواجباتها على أنجح وجه. ودليل وخير دليل على ذلك أن ما كان هم يتوقعوه اللي حصل في غريان وفي صبراته وفي الأصابعة وفي صبراته وفي الأصابعة وفي العجلات لم يحدث في سرت، ولم يتوصلوا لهذا المشروع الخياني بتاعهم. سيادة العميد، لربما السؤال الذي يدور في أذهان الآخرين هي عدة شائعات التي خرجت بظهور خلايا نائمة واستهداف ظهر القوات المسلحة، كيف ترد على هذه الإشاعات وما هي الإجراءات التي اتخذتموها أنتم كغرفة أمنية؟ احنا بالنسبة للإجراءات الأمنية قائمين بها على أحسن وجه، وخير دليل على ذلك أن نحن نضرب بيد من حديد على جميع الخونة الذين يحاولون طعن القوات المسلحة في الظهر، ونجحنا نجاح كامل بإذن الله بمجهود جميع الأجهزة الأمنية سواء من رؤساء أو من أفراد في منع أي مشروع خياني. وقائمة الأجهزة الأمنية بالمتابعة على 24 ساعة لمتابعة أي نشاط خياني داخل المدينة. ونحب نطمن أن نحن الحمد لله ما فيش أي مشروع، وقمنا بعمليات استباقية وتم القبض على خلايا من شهر ومن شهرين، وتم حالات الأجهزة الأمنية المختصة، ونجاحنا هذا هو نجاح يدل على أن الأجهزة الأمنية قائمة بواجباتها داخل مدينة سرت على أحسن وجه. مع قلة الإمكانيات، ونحب نوجه تحياتي للسيد رئيس الوزراء والوزراء المختصين في الأجهزة الأمنية أن ينظروا لسرت وكمجلس تسييري وكأجهزة أمنية أن يحاولوا يوفروا لهم إمكانيات، لأن نحن نعرف أن الأمن الناجح أمن مكلف. توا بفضل تعليمات سيد القائد العام هي قامت القوات المسلحة بتأمين الوقود والذخائر والأمور العشية، ولكن مش هيستمر الكلام هذا. فنطلب من سيد وزير الداخلية ومن سيد رئيس جهاز الأمن الداخلي ومن سيد رئيس جهاز المخابرات أنهم ينظروا للأجهزة الأمنية ويدعمونا، لأن سرت راهي تدافع على ليبيا كلها،
صرت تو في موقف دفاعي على ليبيا كلها، فنطلب من السيد رئيس الوزراء أن ينظر إلى الأجهزة الأمنية وبإجراءات دعم مستعجل لمنع لا قدر الله أي عمل تخريبي داخل المدينة. أخيرا سيادة العميد، يعني أستغل وجودك معي لترسل رسالة إلى أهالي سرت. نحب نطمن أول شيء نشكر على أهالينا البواسل اللي بقلوا داخل المدينة ولم يغادروها، وهذا إنما يدل على أنهم عندهم ثقة في قيادتهم وفي جيشهم وفي أمنهم. ونحب نطمن أهالينا اللي غادروا مدينة سرت، أرجعوا إلى مدينتكم واكبوا عملكم وانطلقوا في حياتكم، والجيش يحميكم والأجهزة الأمنية تحميكم. ونحب نبلغ جميع الأجهزة الإدارية من مصارف من إدارات خدمية أن تفتح وأن جميع ترجع إلى عملها بحيث تعود الحياة بشكل سريع إلى مدينة سرت، ونفشل المشروع اللي هو الغرض منه قتل الحياة في مدينة سرت. نحب نوصلوا لهم أردوغان اللي البارح دير لقاء ويسير على خريطة ليبيا، نقول له بشكل مباشر ركي بالليبي صق عليك يا أردوغان على مشروعك القذر، وهنا نحن رانا أحفاد عمر المختار ورانا نتبع سيد القائد العام، رانا نحن أحفاد الشهداء أشل الطليان حذاك على ما قدموه بسالة الليبيين في دفاع عن أرضهم واستمادتهم على الأرض. وشكرا، نشكر برضو قناة الحدث على مواكبتها وعلى ما بذلوهم المجهود وتعبهم لعند مدير سرت بيش نقلوا الأحداث بيش الليبيين كلهم يطمئنوا أن راهي سرت بخير، وما تنظروش للإشاعات والفيسبوك، هذا راهو مشروعهم الخارب. رانا نحن قاعدين وعلى الأرض، والله والله واحد يتحرك والله ينقص راسه بالعربيك بالآخرك. ونحب نوجه تحياتي سيد القائد العام ولجميع ضباطنا وقيادتنا السيد لواء مفتاح والسيد لواء أحمد سالم وجميع الأجهزة الأمنية، ونشكرهم على ما يقوموا به من مساندتنا معنويا وعسكريا، وشكرا للجميع. شكرا سيادة العميد، لربما هذه الكلمات تدل على تصميم وإرادة ضباط وجنود القوات المسلحة في المضي قدما لتحرير مدينة سرت وما بعد سرت. أستضيف أيضا سيادة العميد عبد السلام محفوظ، معاون مدير أمن سرت. سيادة العميد، أولا أهلا وسهلا بك على الحدث، ثانيا كيف هي إمكانيات مديرية الأمن وما هي الإجراءات التي اتخذتموها رفقة الغرفة الأمنية في تأمين المفترقات والشوارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أنا أتقدم الشكر إذاعة الحدث، كذلك كل الشكر إلى قواتنا المسلحة، قواتنا البواسل الذين كانوا في الموعد. بالنسبة لمديرية أمن سرت قائمة بالعمل الموكل إليه، تم تطبيق التنسيق مع الغرفة عملية سرت الكبرى، والآن الدوريات تعمل داخل المدينة بكل ثقة. الحمد لله قواتنا المسلحة أمامنا ونحن خلف القوات المسلحة. بالنسبة للإمكانيات، تعلمون أن مديرية أمن سرت تنقصها بعض الإمكانيات، ولكن نحن لابد أن نعمل حتى بدون أي إمكانيات من أجل هذا الوطن، هذا الوطن الغالي الذي نادانا، ونحن الآن في نعمل بكل جهد. كل التنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم تنسيق مع سيادة أمر الغرفة، كل الإمكانيات الآن تأتينا من الغرفة، والحمد لله قائمين بالعمل على أكمل وجه. يعني أنت من أهالي سرت سيادة العميد، ما هي الرسالة توجهها إلى أهلنا في سرت؟ الرسالة هي أن نطمن أهلي في سرت بأن مدينة سرت الآن آمنة. نحب من كل من خرج من سرت أن يعود إلى مدينته سرت، كذلك كل الخدمية تعود كمصارف كمستشفياء، أي جهة عامة تعاود لعملها، ونطمنهم بأن الأمور الأمنية جيدة جدا وأن قواتكم المسلحة في التقدم بكل ثقة. نعم شكرا. نعم أحمد، لديك سؤال لضيوفي. نعم رجب، فقط نريد الحديث عن الوضع الخدمي، هل هناك أي نواقص في مدينة سرت أو تعاني من أي أزمات اقتصادية في المدينة، يعني مع الوضع الآمن والمستقر كما ذكر ضيفاك سيادة العميد صالح والعميد عبد السلام أيضا أمر غرفة ومعاون الغرفة، عن الوضع الأمني، الوضع الخدمي فقط في المدينة، الناحية الطبية والناحية الخدمية من وقود وما إلى ذلك.
نعم أحمد، ربما الوقود هو متوفر، ولكن من يقوم بالتأمين هي الغرفة والقوات المسلحة. يعني هناك يعني نقص الإمكانيات لدى مديرية الأمن ولجهاز وللنجدة وأيضا للإدارة العامة للدعم المركزي. هذه الإمكانيات هي مهمة جدا لتفعيل عمل هذه الأجهزة. أيضا ليلة الأمس يعني أو بالأمس تحديدا كنا مع مدير المستشفى تحدث عن بعض النواقص الطبية وغياب دور الحكومة في هذه المدينة، وخصوصا بأن هذه المدينة هي خط الدفاع الأول عن ليبيا وهي صمام أمان لكافة الوطن. أيضا هذه المدينة تخوض معركة ضد غزو واستعمار، يجب أن تدفع الحكومة بالمزيد من الإمكانيات والدعم لمؤسسات هذه المدينة البلدية، تعاني من نواقص الكهرباء، أيضا لديهم مشاكل، كافة المرافق الخدمية تعاني من بعض النواقص. هل هو الجميع هنا يتحدث لربما عن إهمال من قبل الحكومة لعمل هذه البلدية؟ ولكن الآن يعني ما هو جدير أو ما يجب الحديث عنه بأن هذه البلدية تسير أمورها وأعمالها بحسب الإمكانيات المتاحة لها، وأيضا طالبوا في أكثر من مرة بأن يتم تسليط الضوء عليهم والمزيد وإعطاهم مزيد من قبل الحكومة الليبية المؤقتة. نعم أو الليبية. نعم رجب بليبلو ومفد قناة ليبيا الحدث في مدينة سرت، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من هناك. أشكرك وأشكر كذلك ضيفيك سيادة العميد صالح والعميد عبد السلام أمر الغرفة ومعاون الغرفة غرفة سرت الأمنية. شكرا جزيلا لكم.